السلام عليكم، معكم طلال نقار، برحب فيكم بمن مطبخ المتواضع. نحن اليوم بتاريخ 2/7/2023. مثل ما وعدتكم بالفيديو الماضي، هذا فيديو التحلاية. اللي بده يعرف ليش يتابع الفيديو الماضي شو هي التحلاية، هحضر لكم يوم شمندور. الشمندور اللي بيعرفه او اللي ما بيعرفه هو مادة حلوة بتشبه بتتحضر من الحليب، عادة هي نفسها مثل الحليب، بيكون اللبق اللي هو لما بيكون البقرة ولدانة جديد. فهذا الحكي معناته انه هو محدود باشهر محددة بالسنة، عادة باشهر الربيع بيكون الشمندور متوافر. فانا باحد محاولات تحضيري للجبنة عملت احد الاخطاء، وبالتالي طلع معي مادة بتشبه كثير الشمندور. فانا عمليا ما عم حضر شمندور اليوم، عم حضر مادة شبيهة جدا بالشمندور، وتصلح انه تكون بديل للشمندور، تصلح بديل تكون للقشة او للقشطة اللي ممكن تحضر منها كل الحلويات اللي ممكن تخطر على بالكم، سواء الكنافة او اي شيء كنافة مثلا، او اي شيء بده جواته مثلا القطايف مثلا، كله ممكن يكون داخلها هاي الشمندور او الاشياء او اللي بدكم اياها. يعني تحضير الاشياء انا محضره بمطبخي، بس تاخذ وقت طويل كثير وجهد صراحه، لانه هي عباره عن انك بدك تغلي الحليب على مي فاتره مثلا وتمسح وجهه، ولازم يكون الحليب دسم، وبالتالي تاخذ وقت وجهد وتتحمل جهد كثير صراحه. بينما الشمندور اللي ححضره اليوم شغلته بسيطه جدا جدا. مقادير انا عندي جالون حليب، يعني شيء 3 لتر ونص تقريبا. طنجرة لازم اغلي فيها الحليب، هي مرحلة الغلي ضرورية جدا. المادة اللي حضيفها للحليب هي الانفحة، شايفينها مثل في عندي 3 حبات فيها، هي صار لها عندي شي سنتين تقريبا. هي نفسها هي الانزيمات تبع المعدة، عادة بيصير تحضير الجبنة فيها. فاذا بدك تحضر جبنة، الشيء اللي بينعمل المفروض ينعمل انك تجيب الحليب البارد، ولازم يكون حليب معين، يعني ما حادخل بهالتفاصيل تبع تحضير الجبنه. فشرط اساسي انك ما تغلي الحليب وتضيف عليها هي الماده، وبعدين بيجبن الحليب. انا وقت عملت غلطه وغليت الحليب قبل ان ما جبن الحليب معي، بس طلعت معي هي الماده اللي لما دقتها طلعت بتشبه الشمندور جدا، او بتشبه شيء حلو، يعني بيناسب انه يكون حلو. هلا في شغله معروفه بيعرفوها ستات البيوت، هي فرط الحليب، انك انت بتغلي الحليب وبتضيف عليه معلقتين خل او معلقتين ملح ليمون، بيطلع معك قريشه الحليب، بس بيكون فيها نوع من الحموضه حقيقه، بحيث انه لازم تضيف عليها سكر، وطعمها ما بيكون الطعم الامثل. هي الطريقه اللي عم حضر فيها اضافه فقط هذه الانزيمات، بيطالع الماده حلوه كثير، او بمعنى اخر بتحافظ على حلاوه الحليب الاصليه، وبالتالي ما بيكون فيه مشاكل. فخليني بلش باول خطوه. طبعا بعد ما انا اغلي الحليب لازمني طنجره ثانيه ولازمني مصفايه، وبخفيكم الخطوات. طبعا بالنهايه يعني مقدار الجلي اللي حتتوقعوه هو طنجرتين ومصفايه. فخلينا نبدا بالتحضير وبالخطوات خطوه خطوه، وبشوفيكم النتائج. اول خطوه مثل ما كنتم شايفين اني انا لازم اغلي الحليب. الحليب لازم يغلي، هي مرحله اساسيه بهذا هي التحضير. هذا لازم يغلي الحليب، انا لازم استمر بتحريكه خلال الغلي، ربما 5 أو 10 دقائق لحتى يغلي، ممكن اقيس حرارته، بس يعني حاختصر عليكم واقول لكم انه لازم يغلي. بس انغلى الحليب بطفي عليه النار وبستمر بتحريكه مشان ما يلزق بسفت الطنجره، وخليه ليبرد تماما. فهذه مرحله الغلي، وبعدين التبريد ضروريه جدا. لا يمكن اني اضيف انا الانزيمات بعد ما يغلي، لانه بتتخرب بالحراره، وكمان لا يمكن نضيفها على البارد، لانه بتساوي جبنه ما بتساوي شمندور. فلازم اغلي ولازم برد ويرجع بحراره الغرفه او ربما ابرد، وبعدها بنضيف عليها الانزيمات. طيب هلا هيك انتهينا من غلي الحليب، هي المرحله الاولى، غلي الحليب معي غلوه واحده. المرحله الثانيه انا لازم برد الحليب، فهلا بتركه لحاله يبرد لحتى يبرد يوصل لحراره الغرفه مره ثانيه او يبرد تماما، بعدين وقتها بضيف المرحله الثالثه. هي هلا الحليب رجع برد، بردته لحراره الغرفه، اخذ وقت حوالي ساعه تقريبا لبرد، حطيته تحت المروحه صراحه مشان استعجل. هلا بدي اضيف عليه الانفحه او المنفحه او الريني بالانجليزي، اللي هي الماده اللي هي الانزيمات المعده تبع العجل او غيره، هي بتساوي الجبنه. فنحن غلينا الحليب فما عاد يصير جبنه، فحنضيف حبه كامله انا حاطحنها هلا وضيفها، وعلى هالاساس بيصير الخطوه الثالثه اللي هي اضافه الريني. هلا بنضيف الريني، هي حبه كامله حاطحنها، في عندي مثل طحانه تبعها ادويه حقيقه، هي حبه كامله اخذتها، وهي طحنت تماما.
حضيفة لشوية مي حقيقة، أنا هو أصلا حيطلع كتير مصل من الحليب، فمعنا مش كإضافة المي ولا إضافة شوية كاس، لأنه لازم تنحل هي مشان ما حلها بالحليب نفسه، ما أظن في مشكلة كبيرة. والله ما انحلت صراحة، بس يعني خليني أحط الرينيلي طحنته. بحرك هلا شوي، لازم طبعا تتراعل تتوزع على كل الحليب، فحتركها شي ربع ساعة زمان لحتى يتفاعل، ياخذ الوقت تاخذ وقت التفاعل المناسب، يعني صراحة ما في وقت محدد، حاترك شي ربع ساعة وبرجع شوف فيكم شو بدي اعمل، اذا كان لسه فصلت ولا لسه ما فصلت. يعني لهلا شايفينه حليب، لهلا ما صار في اي تفاعل. اللي بدنا اياه يعني احنا بدنا المصل يطلع والبروتين اللي هو الحليب مشكل منه يترسب ويساوي لنا الشمندور. فبرجع بعد ربع ساعة. الآن وصلنا للمرحلة الرابعة، نحن غلينا أول شيء المرحلة الأولى، بعدين بردنا، بعدين ضفنا البودرة بودرة الأنفحة. هلا المرحلة الرابعة بدي أشوف الحليب، هلا المفروض يصير يفصل، هلا ما فصل بعد، بس هلا مبرغل على فكرة، إذا ما فصل فينكم بالكاميرا تلقطوها، الحليب هلا مبرغل. فانا هلا المرحله الاخيره او قبل الاخيره لازم ارجع اغلي الحليب، مش غلي بس سخنه شوي صراحه، فحسخنه واستمر بالتحريك، وخلال التسخين حيفصل معي وحتطلع معي الشمندور. فانا هلا عم اغلي، عم ارجع سخن الحليب، مو ضروري يغلي غلوه مثل اول مره لا، بس بسخن وبحرك ومعه حيفصل. طيب هلا انا مستمر بالتسخين وبالتحريك، صراحة لسه ما غلى حتى الحليب، لاحظوا انه شلون فصل، ما بعرف اذا شايفين المصل، فصل المصل عن المادة اللي هي مادة الحليب اللي هي المادة البيضاء، اذا بيبين عليكم ما بعرف اذا كان واضح انه في لون ابيض وفي لون اصفر او لون مصل، هي فصل الحليب وتحول الشمندور جوا المصل. هلا وصلت للمرحلة الأخيرة، حقوم بتصفاية الحليب او تصفاية الشمندور من المصل. لاحظوا هاي المادة اللي تكونت، نعم هذه هي، تمام. فهقوم بتصفايتها كلها، رح تاخذ وقت معي شوي لانه ما عم صور على الكاميرا، رح افصل صفيها كلها وشوف فيكم قديش تجمع معي شمندور او المادة البيضاء اللي بدكم تسموها شو ما بدكم تسموها. هي هلا صفيت شوي منه، لاحظوا كيف المادة تراكمت، فعمليا هذه هي اللي عم احكي عنها، هذه هي الشمندور. لسه ما دقتها بس انا واثق انه طعمتها حلوة، لانه انا ما ضفت اي خل او حمض او اي شيء، فقط ضفت الانفحة او الريني. حصفيهم كلهم شوف فيكم قديش الكمية وبعدها برجع بصور. هيك وصل معكم لنهاية الفيديو، عملت شمندور بطريقتي بغض النظر اذا بدكم تسموه شمندور او لا، انا بسميه شمندور. بعد لساتي عم اغلي المصل الاخير مرة ثانية، هي خطوة اضافية معكم مضطرين تعملوها، بس يعني حرام انه اذا كان لسه فيه شوية بروتين انه الواحد يرميهم. من جالون تقريبا جالون حليب يعني 3 لتر ونص طلع معي هي الكمية من الشمندور. لاحظوا ما بعرف اذا شايفينها، طبعا ما ضفت اي اضافات للحليب، يعني عاده نحن الحليب تبعنا اللي بيجي بالمحلات هو حليب كامل الدسم، بس دسمه ما له عالي صراحه، ما له مو لونه اصفر مثل الحليب اللي بيجي من المزارع مثلا وكذا. ف بس جيد نوعا ما جيد، فهذه الكميه طلعت من من جالون يعني 3 لتر ونص تقريبا. ممكن تتساويها كنافه، ممكن تتساوى مع قطايف، ممكن حلاوة الجبن او اي شغله بتتطلب الشمندور او القشطه بدكم تسموها بديل للقشطه. القشطه بتحتاج لوقت طويل للتحضير، انا محضرها بالبيت نقلتها نقل عن اليوتيوب حقيقه، بس انا هي الطريقه للامانه فيني اعتبرها اختراع، براءة اختراع لانه ما في حدا على اليوتيوب بيعمل مثلها، اضافه لانه انا اصلا اكتشفتها بالخطا، انا كنت عم حضر جبنه وغلطت وغليت الحليب، فهذا هو سر هي تحضير هي الطبخه. خليني ادوقها وفعلا طعمها. هلا اللي بتسالوني ليش مثلا لا اغلي الحليب وضيف عليها، حكيت انه الليمون او الخل، الخل والليمون بيغير طعمتها، بصير بتصير حامضه نوعا ما، او بتصير بدها كثير سكر وما عادت تتاكل مثل ما هي. هذه طعمها حلو، يا سلام فعلا طعمها حلو، وتنحط
بالحلو مثل ما هي وما بحاجه لاي اضافات. هلا انا ممكن دسم الحليب اضافي مثلا، انه خلال غلي الحليب ضيف عليه حليب بودرة مثلا مشان يصير دسم 4-5 معالق. ممكن هذه مرحله، ممكن في ناس بتضيف الكريم، كريم الكريم الطبخ، كل الاضافات بغير انه يكون الحليب اكثر دسامه. بس بالنهايه حتى لو ما ضفت اي اضافات فينك تحصل على كميه من الشمندور. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا بالعاده ما بعمل فيديوهات طبخ، بس وعدتكم بالمنشور بالفيديو الماضي، وعدت احد الاصدقاء بالتحلايه وهي تحلايه اليوم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.